دونك فما جديد فيما يخص الحرقة متاع طبلبة؟ أكيد هذا هو. بالنسبة لحرقة طبلبة خلينا نذكر السادة المستمعين اللي هي حرقة خرجت نهار 22 سبتمبر من سواحل ولاية المنستير بالتحديد من سواحل طبلبة. الحرقة هذه كانت تضم 17 شخص حسب الإحصائيات تاع الحرس الوطني. 17 شخص هذوما فيهم مجتازين الحدود تقريبا من برشا معتمديات، بطبيعة كنقولوا برشا معتمديات نحكيوا على ولاية المنستير والمهدية. كنا عطينا محمد علي قبيلة شوية الأسماء متاعهم اللي عندنا قائمة فيها 18 مش 17 من مكنين، من طبلبة، من منزل فارسي، من سوسة، من المهدية، من زغوين زيدة، من زريبة، دونك من برشا بلايس. من برشا بلايس على كل المصدر من حرس بحري كل 217. ما نعرفش يمكن تعرف أنت كي تخرج حرقة ديما يقعد العدد فاريابل ما ينجمش يكون معناها ما ينجمش يكون عدد صحيح 100%. يقول لي كونوا فيها 17 خرجوا نهار 22 سبتمبر تقريبا الشهر التالي. الحرقه هذه كي خرجت فقدوا الاتصال بهم، ما يعرفوهمش بالتحديد وين غرق المركب نتاعهم. على كل المصدر من منطقه الحرس البحري في المسير يقول لي كونوا الاسبوع الفارط فما مجموعة من الجثث كانت طلعت على مستوى سواحل ولاية المهدية، تقريبا فما 14 جثة كانوا طلعوا بين نهار الخميس ونهار الجمعة. الجثث هذوما تم التعرف على زوز منهم، هما أصيلي منطقة الحكيمة الغربية التابعة لمعتمدية المهدية، راجل ومرأة الأديان نتاعهم أثبت كونهم من المنطقة هذيك. دونك كما قلت لك اليوم العائلة هذوما مش المفروض معاهم صغار هما؟ لا ما الحقيقه ما عنديش معلومه. اللي من الحكيمه هما راجل ومراه، معناها راجل ومرته او عندهم علاقه بعضهم او هما معناها زوج اشخاص كل حد من عائله. على كل ياكد لي كونه لدي ان اعطاه كونه تم تعرف على زوج. دونك الحرقه هذه تبين كوني غرقت على سواحل المهدية. وبالنسبه للجثث فما زوج في انتظار كونه يكملوا يتعرفوا على بقيه. دونك مراه وراجل اللي يتعرفوا عليهم هذوما الجدد اسيلي الحكيمه الغربيه. الحكيمه الغربيه اللي عندنا احنا هوني فما زوز بركه راهم من الحكيمه الغربيه حسب القائمه اللي عندي لهنا اللي هما مراه وراجل يحملوا نفس اللقب. دونك هذوما اللي تم التعرف عليهم بصفه رسميه. بصفه رسميه. سينوفر كونوا يكملوا يتعرفوا على بقيه الجدد. إذا طلعوا تابعين حرقة طبلبة ديما نأكد بالزبط. إذا كانوا طالعين حرقة طبلبة نذكروا السادة المستمعين اللي الأسبوع الفارط طلعوا عدد كبير من الجثث اللي هما تقريبا 14 جثة على سواحل كل من الشابة وصالقتة، وحتى فما بعض الجثث طلعت من المهدية. وتعرف معناها فما برشا ناس برشا حرقات تخرج وما يعرفوش عليها حتى معلومات. تباعا كل ما تطلع الجثث يبداوا يحدوا حرقة هيك تابعة شكون ولا منين خرجت ولا كيفاش خرجت. واضح، يعطيك الصحة. احنا كنا قبيلة نحكيه مع ام ايمن الوالدة متاعه اللي هو على نفس المركب هذية، ومتابعة معانا انت محمد علي، وعنه زيد فما معلومات تقولوا عنه فما امكانية اللي ما توفاوش كلهم ينجموا يكونوا موجودين في القطر الليبي، باعتبار وانه فما تليفون رجع ينوقز كان مسكر ورجع ينوقز، وفما كونت فيسبوك اللي هو كونت متاع ايمن هذية زيدها القاوها أكثر من مرة أونليني محلول. دونك ما فماش أخبار أخرى فيما يخص إمكانية تواجد البعض منهم في ليبيا؟ الحقيقة ما عنديش معلومة عفاف. بالنسبة لي توا نعرف اللي كونه في الحرقة عندي زوز تم تعرف على الهويات نتاعهم. بالنسبة تعرف معناها ينجم يكون فما تداخل راهو عفاف. خاطر برشا يخرجوا زيدها راهو برشا يخرجوا وبرشا حرقات وتعرف معناها ما تنجمش تحدد شكون مع لازم شكون. وقت. هذا هو. لازم وقت. شكرا ليك، يعطيك صحة محمد علي دكدوك. احنا انتو كام مكملين مع بعضنا، اي حاجة جديدة تتصل بنا مباشرة. يعطيك صحة. كان معنا مراسلنا محمد علي دكدوك مراسل ديوان فم من منستير.